السلام عليكم الأصدقاء، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نصاوب لكم واحد المسمن بطريقة سهلة ما تحتاجوا لا عجينة لا والو، غير بالورقة. المهم تبعوا معنا الفيديو من الأول حتى الآخر ما تشوفين أصدقاء. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في الحشوة ديالنا. نبداو بالبصلة مقطعة، عندنا هنايا فلفلة، تقدروا ديروا اي فلفل عندكم. عندنا الزيت الرومية، عندنا الصوجة، عندنا الحار، عندنا هنايا الربع مقرد، عندنا التوابل تحميرة، خرقوم عرق، بزار، ثومة بودر، الملحة. عندنا هنا الزيتون مقطع طراف، عندنا هنا لاداند مقطع حتى هو طراف، عندنا الفيرميسال. المهم هادو هما لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو. ماما الاصدقاء كتي بوحدك في الدار ولا ما كايناش المراه ولا ما كاينش الوالده ولا تقدر شهيتي شي لعبه بحال هكا تصاوب راسك. اصدقاء هاد الفيرميسال هادي راه طيبنا دابا الماء سخون بزاف، غادي نخوي عليها وغادي نخليوه بما تلقات وغادي نقطعوها اطراف باش تجينا سهله في العماره ديالها بهذا الشكل. هذا راه خدام بايد، كنصور بايد. اسهل هادشي الاصدقاء، شويه العقل. بما قطعناه ورجعوا لكم. عندنا الاصدقاء نصفيو هاد الفيرميسال، هذا كنا خوينا عليه الماء. نصفيو وغادي نقطعو طراف ان شاء الله. عندنا الفيرميسال انا ما عنديش مقص باش غادي نقطع، غادي نقطعها بهاد الطريقه هادي. المهم نادم يديباني راسو وصافي، غادي نقطعها بهاد الطريقه هادي. هاي سالة، هاي هنايا مع الدورة نضرب هاد اللعيبة هادي هكا، نقدر نزيد هادي هكا. هاي هاي تقطعات. هاي أصدقاء نشعلو البوطة ديالنا. بسم الله نديرو الزيت صافي. أصدقاء من بعد ما الزيت ديالنا سخن مزيان غادي نرميو البصلة. اخوان بعد ما تشحرات البصلة ديالنا غادي نديرو فلفلة واخا باقا جامدة شوية ولكن معليش غادا تطلق. نديرو الربيع، نديرو عاشق حسن، نديرو الزيتون، نديرو التوابل. التوابل اللي دارو على حساب الفيرميسال، على حساب العمار اللي غادي تعمر. كانت العمارة كثيرة راه كدير التوابل كثار، كانت العمارة قليلة راه ما كت عينك ميزانك صافي وكتب.
تحرك تحرك مزيان. صافي غادي نخليوها بما تشحرت مزيان، نرجع لكم في الفيديو. اخوان غادي نديرو قطرات ديال صوص الصوجة، اللي بغا يديرها يديرها، اللي مباش يديرها ما كاينلاش. غندير واحد القطرات ديال الحار، اللي عز عليهم الحار يديروه، اللي ما عزيزش عليهم لا ما يديروه ما كاينلاش. دابا الاخوان غادي نرميو التقطيعات ديالنا ديال لادانت. لادانت كنخليو حتى كتشحر البصله مزيان. عاد باش كن نرميه حيت هو دغيا كيطيب، داكشي علاش منزربوش عليه في اللول. هو راه مطيب راسو. المهم اخوان بقاو معايا بما نكمل في الطياب ونرجع لكم. اصدقاء من بعد ما طابت الحشوه ديالنا مزيان، ها هي كيف كتشوفوا تبارك الله جات مرقه مزيان، ها هي مشحره مزيان ناضيه. ولا الفيرميسيل ديالنا باش يشرب لينا هاد العطريه هادي، هاديك البنة ديالها يشربها. حركوها مزيان بحال هكا، قد ما حركناها مزيان باش تندمج الحشوة مع الفيرميسير. اصدقاء راه طياب راه ساهل، فهمتي، ما فيها باس الانسان الا تشهى شي حاجه يصوبها بيديه، ولا المراه كانت مريضه ولا شي حاجه يعاونها نوض يطيبوه ولا يعاونها نيتفه طياب، ما فيها باس. لا شاف الكويزين راه كاع ما كيخليو عيالاتهم يدخلوا كاع الكوزينه نهائيا. المراه ممنوع لها تقرب كاع الكوزينه اللي شاف كويزين كبار. تبارك الله الحشوه ديالنا كي طلعت. ما كتكلفش بزاف. صافي دابا الاصدقاء من بعد ما طابت الحشوه ديالنا درنا الفيرميسال، غادي نطفاو عليها وغادي نخليوها تبرد باش ان شاء الله منين نبداو نعمرو فيها تكون بارده تكون سخونه بحال هكا. اصدقاء من بعد ما بردات الحشوه ديالنا غناخذوا الزيت ديروا واحد شويه دهنوا بها الصينيه فاش نخدموا. بالطريقه هذه غادي ناخذ الورقة ديالنا ونحطوها بالطريقة هادي. ناخذ شوية ديال الحشوة
نديروها فوق الورقة ونديروا هاد الفرماج هذا ديال الساندويش هاو نديروا فحال هكا. من بعد غادي نهزوا هاد بارتي ديال الجنب ندير لها هكا، بارتي الاخرى غادي ندير لها هكا، هاد البارتي هادي غادي نقلبوها، وهاد الجهه هادي اللي غادي تبقى لينا ما غاديش نديروا لها هكا، غادي نعكسوها بحال هكا بهاد الطريقه هادي. علاش علاش غادي نعكسوها؟ يلا قولوا لي علاش. حيت هاد الجهه هادي الاخر اللي كتبقى كتكون رهيفه دغيا تقطع هاد بحال دابا هاد الشكل هذا، شاش طرا لها من هنا شاف. علاش كنعكسو على قبل هاد المشكل هذا؟ كنعكسو هكا هاي هاي الاخوان هاي ها كيفاش كتجي العمارة ديالنا اخوان. نعاودو وحده اخرى اصدقاء. المسمن ديالنا هو وجد بلا دليك بلا عجينه بلا والو، غير بالورقه ديال البسطيله ساهله مالها، يقدر اي واحد يديرها. فرجه ممتعه اصدقاء. هذا طياب الفران جبت المقطوم على الفران. طياب الفران كيفاش؟ ها هو طياب الفران كيفاش؟ يعني راه تقدروا ديروهم في المقله وفي الفران بجوج على قوه الله اكبر. المهم الاصدقاء نوريكم البريزونطاسيون ديال الطبسيل كيفاش غنحطو. اصدقاء هذه النتيجه النهائيه ديال المسمن اللي صوبت، وواحد الاستنتاج استنتجته بلي طياب الفران احسن من طياب المقله. هذا طياب المقله، هذا طياب الفران. وحاجه اخرى، كنت قبل درت الزيت في المقله، هذا المسمن هذا ما يحتاجش الزيت حيت ديجا هو مزيت. شوف زدت ليه الزيت، شوف كيفاش خرجته، شوف كيفاش خرجته. وهذا ديال الفران ما درت ليه لا زيت لا والو، دخلته ديريك الفران طيبته فيه، شوف تبارك الله كيفاش طلع. المهم الى عجبكم الفيديو خليو لي كومونتير زوينين، خليو لي لايك بارطاج. السلام عليكم ورحمة الله. أصدقاء هاهي المسمنة هاهي كي جات، ولكن للأسف نسيت واحد جوج في الفران تتحرقوا ليا، دابا نوريهم لكم. المهم ذوقوا هادي بعدا بسم الله. واعر ماهيتا واعر. اخوان بصحة فطوركم، الله يعاونكم.